نظم المعهد الثقافي الإسباني سيرفانتيس مساء اليوم الأربعاء في إطار الفعاليات الثقافية لمعرض الكتاب والنشر بالدار البيضاء مائدة مستديرة احتضنتها قاعة سجل ماسة عنوانها الكتابة باللغة الإسبانية لغة متبنات بمشاركة كتاب مغاربة يكتبون باللغة الإسبانية. أنا أكتب باللغة الإسبانية لأن المغرب متعدد اللغات، لأن المغرب هو متعدد الثقافات، ولا بد أن نعبر عن هذا الوجه المتعدد للمغرب. فنحن نتكلم الحمد لله العربية، ونتكلم الأمازيغية، ونتكلم الفرنسية، ونتكلم حتى اللغة الإسبانية باعتبار أن إسبانيا هي قريبة منا وهي شريك لنا، ولنا علاقة معها تاريخية. لابد أن ننسى الأندلس والدستور المغربي ل 2011 يؤكد على المعطى الأندلسي في الهوية المغربية، فلهذا لابد أن نفتح على هذه اللغة وأن نكتب بهذه اللغة، وهذا شرف لنا. أنا ككتب باللغة العربية باللغة الإسبانية أساساً لأن تعاطيت القراءة باللغة الإسبانية. أنا جاي 18 عام عايش في مدريد، والكونتاكت مع يعني مع الأدب للليتراتور ان جنرال يعني كان باللغة الإسبانية. شرط واحد رواية سميتها Un solar abandonado باللغة العربية، يمكن أن نترجموها قطعة أرضية مهجورة. من خلال نقاش ممتع حول تجاربهم في الكتابة بلغة سيرفانتيس، حاول الكتاب المغاربة المشاركون الإجابة عن سؤال سبب اختيارهم الكتابة بلغة ليست لغتهم الأم، وعن ثقافة اللغة وجنسية الأدب المكتوب بلغة أخرى ومختلف المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي دفعتهم إلى تبني اللغة الإسبانية لغة للإبداع والكتابة. كنكتبوا بهذه اللغة، كنكتبوا بالإسبانية لأن كنحسوا بها بأنها كذلك جزء منا. هي فعلا بأن ما نقدروش يعني نبالغوا ونقولوا هي ماشي لغة تبنيناها، فعلا تبنيناها، هذا هو الواقع. ولكن الواقع حاجة والإحساس حاجة أخرى. حنا كنحسوا بأن ذيك اللغة حتى هي جزء منا. علاش؟ لأن الماضي حتى الحاضر، الماضي المشترك بين إسبانيا والمغرب فيه أشياء كثيرة كتجمعنا. Hemos organizado esta mesa redonda. لقد نظمنا هذه المائدة المستديرة لمنح أهمية للكتاب المغاربة الذين يكتبون باللغة الإسبانية. نريد أن نعرف الأسباب التي دفعتهم إلى اختيار اللغة الإسبانية للتعبير. هل هي أسباب عاطفية أم جغرافية أم تجارية؟ لكننا نشكرهم على اختيارهم لأن هذا يفتح جسوراً للتفاهم والمحبة بين الشعبين المغربي والإسباني.